في سوريا والعراق. وأنا أحذر العرب الحقيقة الأحرار، كل العرب الذين يزورون مطارات دبي أو مطار أبو ظبي هم في الحقيقة مشاريع اعتقال. أن ترضى أن تكون عميل لتنظيم سري ولأجهزة سرية تحرك كيفما تشاء لخدمة أجندات أنت لا تدركها من خارج دولتك، قضية تحتاج منك إلى إعادة نظر. الإماراتيون يعني قادمون بإذن الله عز وجل، ورجالهم اللي في السجون هم الذين يعبرون عن هذا النبض. للأسف يعني اليوم الواحد يخجل لما يقول لي أخ من ضمن التنظيم. يكفي أنه يعني الموقف اللي حطنا فيه أمام الناس، يمكن الناس القريبة منا وتعرفنا تعرف نحن شو حبنا وولاءنا لدولتنا. يعني تقدر تقول شوية تعدنا عن المجتمع والناس اللي حولنا، لأن الكل مش متقبل أصلاً الأفكار هاي. يعني فوق ما أن إحنا أصلاً مش متقبلينها، الناس شوية يعني مثل ما تقول قامت تبتعد. أهل الإمارات أيضاً عندهم معاناة شديدة جداً، هم أشبه بيعني سجناء في سجن كبير. أنت عندك جوهرة وتعبت عليها لما وصلت هالمرحلة وطلعت على الشكل المناسب أو المطلوب أنها تكون ثمينة والكل شايفنها عندك، لازم تحافظ عليها. الأشياء هاي ما تلزمك ولا بتوصلك أي خطوة قدام. يحزنني كثيرا والخطأ غلط كبير اللي ارتكبه حسن في الإساءة لرموز الدولة، وهذا أمر مرفوض عندنا احنا أصلا يعني كمجتمعنا وكناس محافظين، كناس الحمد لله علاقتنا طيبة مع شيوخنا والاحترام اللي نحصل من الشيوخ من أبانا من أجدادنا، علاقة أسرية مش علاقة حاكم محكوم، علاقتنا بشيوخنا علاقة أسرية. الحاكم يعرفك ويعرف أهلك ويعرف أبوك ويعرف أصلك ويعرفك أنت من وش أنت. والله من 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 يرضى اليوم أن يسيء إلى أهله إلى أبوه إلى أمه؟ يعني نحن أبناء هذه البلد وشيوخنا بمثابة أولياء أمورنا. يتعرض أهالي المعتقلين للعقوبات الجماعية. تتواصل الأكاذيب، وذلك ليس بغريب على شخص كان الفشل حليفه في أن يكون مواطنا صالحا. والقيام بعملية غسيل دماغ للشعب الإمارات. هناك تخلف عقلي في إدارة الشأن العام والشأن يعني السياسي في الإمارات. فكانت ممارسات الدقي تثير مشاعر الغضب والاستياء في صدور أفراد أسرته الذين اجتمعوا واتفقوا على تقديم رسالة اعتذار صريحة للوطن قيادة وشعبه. رسالة أخيرة أقول لي شكراً أخي، شكراً أخي يا ابن أمي وأبي، ليتني لم أخلق وليتك لم تكن أخي. هذه الكلمة اللي أقول لها.